خلينا نروح لليوم السابع. وزميلتنا العزيزة همة سلامة رئيس تحرير التنفيذي لليوم السابع، وتطلعنا بقى بخبرتها كده عن أهم الأخبار اللي ذهب عقل المواطن المصري ليها وإزاي اهتم ومدى اهتمامه بيها. برحب بيك يا أستاذة همة، يا مساء الخير. مساء الفل يا أستاذ جابر، أهلا بحضرتك وأهلا بكل مشاهدينك الكرام. كيف كان المواطن يرى الأخبار هذا اليوم اللي هو يوم الخميس ونحن بنهاية اليوم؟ أنا عايزة أبتدي لحضرتك طبعا بكل اللي بيهم كل المواطنين، المشهد في غزة وفلسطين. عندنا النهاردة مع اليوم العشرين من دخول القصف الغاشم الإسرائيلي، اليوم العشرين على التوالي الأوضاع باتت لا تحتمل. حجم المأساة اللي توجع القلب من مشاهد الشهداء الأطفال والنساء من الفلسطينيين، مشهد كل مواطن مصري وعربي وفي كل دول العالم متابع ليه. لو جينا اتكلمنا على آخر المستجدات والأوضاع، النهاردة كان في مؤتمر مهم جدا للصحة الفلسطينية. خليني أقول لحضرتك أبرز الأرقام اللي تناولها مسؤول الصحة الفلسطينية النهاردة في مؤتمره. عندنا 7028 شهيد، منهم 2918 طفل فلسطيني شهيد. عندنا 18484 مصاب فلسطيني خلال القصف الغاشم خلال 20 يوم بس اللي فاتوا على الأراضي الفلسطينية. كمان كان في حجم 2000 بلاغ من المفقودين تحت الأنقاض، والمفقودين تحت الأنقاض طبعا عدد ده ممكن يبقى أضعاف الأضعاف. صحيح. لأن ما فيش أي وسائل إغاثة أو أي وسائل تحمي الأنقاض عشان يتم أصلا العثور على المفقودين. عندنا كمان من ضمن الأرقام المهمة اللي ذكرتها الصحة الفلسطينية، إسرائيل دمرت 190 ألف شقة و189 مدرسة، منها 25 مدرسة خرجت بره الخدمة تماما. كل المتابع للمشهد الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية هيعرف إن في إبادة كاملة لكل الفلسطينيين، للكنائس، للمساجد، للمستشفيات. كان في كارثة بيئية النهاردة تم الإعلان عنها، ويعني ما كناش واخدين بالنا منها، إن الأسلحة اللي استخدمت خلال العشرين يوم كانت أسلحة مدمرة، كانت أسلحة بتحمل حجم من المتفجرات الشديدة اللي دمرت أكتر من 112 بتحمل 112 ألف طن متفجرات. الوضع مأساوي بشكل كبير. الازدواجية اللي بيتحكم أو اللي بيحكم بيها العالم الموقف، ازدواجية باتت بين لكل المتابعين. الموقف الدولي المتخاذل تجاه القضية الفلسطينية واضح لكل المتابعين والمشاهدين. كمان النهاردة كان في تطور مهم جدا، وهو ان المساعدات اللي كنا بنتكلم فيها خلال الأيام اللي فاتت تم دخول جزء كبير منها، بس مع دخول الجزء الكبير ده النهاردة برضو أعلنوا ان لسه محتاجين دخول شحنات جديدة تانية خلال الأيام الجاية. بالتزامن مع المشهد النهاردة أو الوضع الفلسطيني النهاردة، خلينا أكلم حضرتك على اللي تم النهاردة من اتصالات مع الرئيس السيسي. النهاردة كان في اتصال مهم جدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي، وكمان كان في اتصال مهم مع رئيسة وزراء الدنمارك. النهاردة الاتصالات كانت بتأكد بشكل أساسي على الوضع الإنساني الكارثي داخل الأراضي الفلسطينية، بيأكدوا كمان على أهمية الدعم الإنساني والدعم العالمي للقضية. وقف إطلاق النار ولا للتصعيد ده كان أهم البنود اللي كان فيها الكلام النهاردة أو حديث السيد الرئيس، سواء مع نظيره القبرصي أو مع رئيسة وزراء الدنمارك. المشهد المصري وموقف القيادة السياسية كان بيأكد طول الوقت وكان واضح منذ اللحظة الأولى على مجموعة من اللقاءات المهمة جدا والأساسية، لا للتصعيد، لا للتهجير القسري للفلسطينيين. وبالتالي ده اللي تم التأكيد عليه طول الوقت وطول طول يعني خلال العشرين يوم من القيادة السياسية المصرية. تمام. الأخبار المحلية بقى، هل عندنا أخبار يعني حاجة خاصة بمعاشات، حاجة خاصة بتقارير خاصة بالأسعار؟ هل في عندنا اهتمام ولا كل الاهتمام بغزة بالوضع الحالي؟
المشهد الفلسطيني طبعا هو المسيطر على الاحداث، بس خليني اقول لحضرتك ان لو جينا رحنا لجريده الوطن، جريده الوطن النهارده كانت عامله ملف مهم جدا جدا عن التنميه في كل شبر، وخصوصا التنميه في الوادي الجديد. الوطن النهارده رصدت في الملف اللي هي بتتكلم فيه عن التنميه عن اهميه التطور والتحول الكبير اللي حصل في محافظه الوادي الجديد. تمام. وده ظاهر من خلال الاستثمارات اللي تم الاعلان عنها خلال الفتره اللي فاتت في المحافظه. كمان تم الاعلان عن مجموعه جديده من الطرق والكباري خلال الفتره الجديده، ساعدت بشكل كبير جدا في تسهيل حركه التجاره داخل المحافظه. احنا عارفين ان محافظه الوادي الجديد في رقعه زراعيه كبيره جدا، رقعه استثماريه كانت محط انظار الجميع، بالتالي كان لازم توازيها عدد من التوسعات وعدد من التنميه خلال الفتره اللي فاتت. جزء مهم جدا من اللي تناوله الملف مجمع الحكومي المميكن، وده مجمع بيوازي او بيضاهي العاصمه الاداريه اللي موجوده هنا عندنا. المجمع ده هدفه الاساسي ان هو بيجمع كل المصالح الحكوميه في مكان واحد، عامل مكان خاص للمواطنين لتسهيل حركه الاجراءات واستخراج الحاجات الحكوميه بشكل رئيسي. ملف الوطن كمان ركز على فكره التحول الرقمي داخل المحافظه، ودي فكرة مهمة جدا لو بنتكلم على ان في استثمارات زراعية جاية او استثمارات سياحية. ملف شمل كل التطوير اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت في محافظة الوادي الجديد، واللي ماشي بالتوازي مع خطة الدولة 2030، خطة التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات. تمام. في حاجة لفتت نظرك في الصحافة النهاردة او صحافة بكرة؟ هرجع لليوم السابع تاني. عندنا ملف عملناه بصراحة قسم المحافظات مع قسم الثقافة، عملوا ملف مهم جدا عن رحيل عميد الأدب العربي طه حسين. جميل. النهاردة بيمر 50 عام على رحيل طه حسين. كان في حوار مهم عمله الزميل أحمد منصور مع حفيد طه حسين، اتكلم على ذكرياته مع جده، اتكلم على ازاي كان بيتم التعامل معاهم على مائدة واحدة. ذكر كمان ان كان اهم حاجة في حياة عميد الادب العربي طه حسين هو اسرته. تمام. وبعد اسرته اللغة العربية. اتكلم ان ازاي كان بيتم التعامل معاهم من جدهم عميد الادب الادب العربي في المناسبات الخاصة والاعياد. ملف كان شامل، ملف مهم جدا خلال الفترة، يعني ذكر حاجات كتير خلال الفترة اللي فاتت من حياة عميد الأدب العربي طه حسين اللي بنحتفل عندنا في اليوم السابع بمرور 50 عام على رحيله. أنا بشكرك أستاذة همة سلامة، شكر جزيل، والحقيقة ده ملف مهم جدا. الميزة في الطرح بتاع همة إنه إحنا بنتكلم على، يعني عارفين برضو الايه التقل الثقافي بتاع مصر، فانت بتتكلم النهاردة على 50 سنة على رحيل عميد الأدب العربي. يعني أمر الحقيقة محتاجين نقف عنده كتير، وأمر محتاج جزء من المتابعة مهم جدا، بس طبعا أحداث غزة بتبقى طاغية على هذا الإطار.